الخبر تاني، القوات المسلحة الليبية تلقي القبض على الإرهابي هشام عشماوي في درنا. أعلن مكتب الإعلام التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية إلقاء القبض على الإرهابي هشام عشماوي أمير تنظيم داعش في درنا. وصرح مكتب الإعلام التابع للقيادة العامة للجيش الليبي أن قوات الجيش تمكنت فجر الاثنين الماضي من القبض على الإرهابي المصري في عملية نوعية تمت بالاشتراك بين كافة أفرع الجيش. مشاهدينا، ده كان آخر خبر معانا في فقرتنا الإخبارية هذا الصباح. تعالوا سريعا